بكم من جديد. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعرب جلالته فيه عن خالص تهنيه لسموه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2018 عام زايد، متمنيا لسموه وفر الصحة والعافية ولشعب دولة الإمارات الشقيق دوام الرفعة والازدهار والرقي في ظل قيادة سموه. واستذكر جلالة الملك المفدى رعاه الله بهذه المناسبة مناقب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان، طيب الله ثراه وعطاءاته وإنجازاته العظيمة على صعيد نهضة دولة الإمارات وتطورها وتقدم شعبها، مشيدا جلالته بدور الراحل الكبير في توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين والتي تزداد نموا وتقدما في كافة الميادين، مؤكدا جلالته أن مملكة البحرين قيادة وشعبا ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة والمشرفة تجاهها. كما أكد جلالة الملك المفدى أن الراحل العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه هو رمز الحكمة والخير والعطاء ليس في دولة الإمارات والمنطقة وإنما على المستويين العربي والدولي، ولا تزال مواقفه ومبادراته شاهدة بوصفه قائدا عصريا يحظى بتقدير جميع شعوب ودول المنطقة والعالم.